صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 من إبريل المقبل، وهو أقصر تمديد يقر للبعثة منذ تشكيلها عام 2011. وقالت وسائل إعلام دولية إن الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا ألقت بظلالها على مصير البعثة، حيث اشترطت موسكو تعيين مجلس الأمن مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا، بينما أرادت واشنطن تكليف الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز برئاسة البعثة بالإنابة. وأوضحت المصادر أنه تم الامتثال للقرار الروسي، إلا أنه لم يتم التوافق حتى الآن على مسألة اختيار رئيس البعثة. قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تشجع الحكومة الأوكرانية على تنفيذ اتفاقيات مينسك بدلاً من تخريبها. وأكد الدبلوماسي الروسي أنه لا يوجد صلة مباشرة بين الوضع المحيط بأوكرانيا والمحادثات الروسية الأمريكية بشأن المسائل الأمنية، مثلما تحاول الدول الغربية تصوير الوضع. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطناً من مخيم الأمعري برام الله، فيما تواصل اقتحام عدة مناطق أخرى في المحافظة وتشن حملة اعتقالات واسعة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الكميات الهائلة من النفايات الناتجة عن معالجة جائحة كورونا تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة. وقالت المنظمة إنه مع سعي الدول للحصول على معدات الحماية الشخصية للتعامل مع الأزمة، تم إيلاء اهتمام أقل للتخلص من نفايات الرعاية الصحية بشكل آمن ومستدام. لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب 32 بجروح بعدما أحدثت فيضانات في الإكوادور تعد الأشد منذ نحو عقدين انزلاقاً كبيراً للتربة في العاصمة كيتو. واجتاحت طيارات مائية عنيفة شوارع رئيسية بالعاصمة الإكوادورية لتجرف السيارات وتغرق مئات المنازل والشوارع. أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم 9 فبراير لعام 2022، على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.